شكرا هدير. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في التعاون مع مجموعة مارسك العالمية لإنشاء شبكة وطنية متكاملة في مصر لإنتاج وتوزيع الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن، وذلك اعتمادا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس مجموعة مارسك العالمية للنقل البحري سورين سكو بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حيث استعرض رئيس مجموعة مارسك مخطط إنشاء مشروع لإنتاج الوقود النظيف للسفن في مصر بقيمة استثمارات 15 مليار دولار. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة سبل تعزيز التعاون بين هيئة قناة السويس ومجموعة مارسك. التقى وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الفرنسي كاثرين كالونا، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وذكرت الخارجية في بيان أن شكري أعرب عن التطلع لمشاركة فرنسية رفيعة المستوى خلال مؤتمر COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر القادم. هذا وتناول اللقاء بحث أوجه العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وما تشهده من تطورات ملموسة خلال السنوات الأخيرة. كما شهد بحث سبل دفع أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في المجال الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق التوظيف الأمثل للإمكانات الكبيرة المتاحة بالبلدين. أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية تناول قضية الخسائر والأضرار التي أصبحت تمثل ظاهرة متكررة في شتى أنحاء العالم جراء التغير المناخي. وجاءت تصريحات شكري خلال مشاركته في اجتماع رفيع المستوى لمجموعة 77 حول خسائر وأضرار تغير المناخ. كما التقى وزير الخارجية مع نظيره الهندي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعرب الوزيران عن تقديرهما للنشاط الذي شهدته العلاقات بين البلدين مؤخرا، بما في ذلك عقد اللجنة المشتركة للتجارة في يوليو الماضي وزيادة حجم التبادل التجاري. ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة للمساعدة العسكرية لأوكرانيا خلال اجتماع لهم في نيويورك. وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيب بوريل إن الاتحاد سيواصل استخدام آلية تمويل الأسلحة التابعة للاتحاد الأوروبي. وأشار بوريل إلى أن قرار تشكيل بعثة للاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا يمكن اتخاذه في اجتماع لوزراء الخارجية الاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل. دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى إرساء سلام مستدام بين أرمينيا وأذربيجان. وخلال اللقاء جمعه مع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان للمرة الأولى منذ الاشتباكات الحدودية الأخيرة بينهما في نيويورك، قال بلينكين إن عدم وقوع أعمال عنف منذ أيام أمر مشجع، مشيرا إلى أن التوصل إلى التزام دبلوماسي قوي ومستدام هو السبيل الأفضل للجميع. أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد 9 طائرات وخمس سفن تابعة للجيش الصيني في المنطقة المحيطة بها. وأشارت وزارة الدفاع التايوانية إلى أن القوات المسلحة رقبت الموقف واستجابت لهذه الأنشطة بطائرات في دورية جوية قتالية وسفن بحرية وأنظمة الصواريخ الأرضية.